أم ريهام من المنيا، اتفضلي. أيوة، السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت شفت رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، حد بيقول لي خد الثلاث علب دول فيهم حلاوة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. فببص في الكيس كده لقيت حتة حلاوة حمراء غير التلات، حتة حلاوة خضراء غير الثلاث علب. فطلعت حتة الحلاوة الخضراء دي كلتها، كان طعمها جميل. بس فكلتها وشفت رؤية تاني. شفت الحلاوة ولا حلاوة مولد النبي ولا شفت سيدنا النبي نفسه؟ لا، حلاوة مولد النبي. حد بيقول له خد دول التلات علب بتوع حلاوة مولد النبي. طيب اتفضلي اتفضلي. انا ببص ثانوي بس عشان معايا تلات رؤيتين تاني. اسمعك اتفضلي. ماشي اتفضل. وامبارح شفت رؤية كده لجوزي، ان جوزي طلع من القرب اللي هو فيه وجاي جاي انا وناس بتسلم عليه وكده. اتفضلي. بس انا هو في العلم يعني ان جوزي محبوس. وشفت رؤية تاني ان اتنين عساكر طالعين يجروا ورا واحد لابس ابيض في البحر وعايم، ودول بيطلعوه من البحر. بس فعايز اعرف ايه. ورمضان اللي قبل اللي فات دوت شفت رؤيه تاني ان انا وبنت عايمين في مركب في البحر، وواحد شيخ كبير كده عايم بينا، خدنا من نص البحر ودانا على الجنب الشرقي. وكنتوا في المركب؟ اه كنا في المركب. طيب، مركب صغير. وانا بشرك ان القرب هيزول عنكم وزال فعلا، بس هقولك تعملي ايه. تابعيني. هي ما اشوف الرؤيات او اشوف ان انا في الرؤية، هي بتقول ان انا في كرب قبل ما نقول اي حاجة. ليه انا ما اكسرش من الصلاة على سيدنا النبي؟ اذا يكفيك الله همك ويقضي امرك. ولما اشوف انا في الرؤيات وبقول ان انا جوزي محبوس قبل اي حاجة، طب انا هتقرب لربنا سبحانه وتعالى؟ لان هنا في الرؤيات كلها مع بعض، هي كلها يعني بتكمل بعضها، لانها في الاخر ان انا ما اشوف ان انا في اخر رؤيه ان انا راكبه السفينه وحد بيعدي بيا وفي البحر. البحر دون ربنا جعل فيه رزق، ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها. ولما اشوف ان انا ركبت السفينه بتدل على النجاه، لان الله قال فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين. لكن اوصيك بكثره الصلاه على النبي محمد وكثره الاستغفار، والله اعلى واعلم.